تقول كان لديهم قطة وكانت مؤذية، ولما كثر أذاها حاولت إخراجها فلم تستطع، وحينئذ وضعتها في كيس من النايلو وربطت عليها حتى عاد أحد أبنائها ليخرجها من البيت، لكنهم فوجئوا بأن القطة قد ماتت. ومن ذلك الوقت وهي تشعر بالألم، ماذا عليها الآن؟ جزاكم الله خيرا. هذا عمل لا يجوز، قد ارتكبت محرما، لأن هذه الحيوانات لا يجوز تعذيبها. قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة دخلت النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. فهذه المرأة قد فعلت محرما وارتكبت إثما، ولكن عليها التوبة إلى الله والاستغفار وألا تعود لمثل هذا العمل. نعم. جزاكم الله خيرا. هل من كفارة شيخ صالح حتى تريح ضميرها كما تقول؟ لم يشرع في هذا كفارة، وإنما فيه التوبة والاستغفار وعدم العودة لمثل هذا، والعلم بأن هذه الحيوانات لها حرمة ولا يجوز تعذيبها، بل يجب الإحسان إليها حتى عند الذبح وعند القتل. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وليحد أحدكم شهرته وليرح ذبيحته. وأخبر إن الله تاب على بغي من بني إسرائيل بسبب أنها سقت كلبا رأته يلهث من شدة العطش، فسقته فشكر الله لها ذلك وغفر لها. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم: هل لنا في هذه الحيوانات من أجر؟ قال: في كل ذات كبد حر أجر. نعم.